أن يكون مع هذا المعنى. دابا كتواجدوا مع الاستاذ سي سربي والممثل المغربي المعروف على المستوى الوطني والدولي، وكل كيعرف ان الجمهور ديال سي سربي كله انه عنده واحد كما نقولوا واحد الحبكه في المسرحيه او في التمثيل ودار على مستوى الاذاعات الوطنيه. مرحبا سي سربي. مرحبا وشكرا على التواصل على استقبال الاستضافه. شكرا لكم. اولا احنا الان بصدد عظيم مهرجان انفاس الدولي للمسرح في دورته الثالثة، واللي عرف ثلاث أيام من المسرح والندوات الحكاية والورشات. وهذا العام كان عبارة عن كان مجموعة من الصعوبات في مسألة الدعم، لأن المجالس الجماعية والمجلس الجماعي وكذلك مقاطعات اللي مدينة مراكش لما توصل داكشي اللي كانوا يقولوا النبي بانه غادي يدعموا المهرجان، لانه مهرجان دولي كيعرف مشاركه ديال مجموعه من الوفود العربيه الشقيقه، ولكن للاسف الشديد كانت كلها اضغاط احلام. المهم احنا قمنا بامكانيات ديالنا الخاصه واعتذرنا لمجموعة اربعه ديال خمسه ديال العروض المسرحيه، كل من الجزائر، قطر، مصر، كذلك لبنان، وهذه الدول كانوا بغاو يشاركوا بحراره، واكتفينا فقط بالشقيقه العربيه السعوديه اللي كان درنا الختام ديال المهرجان. اولا بالنسبه لمهرجان انفاس الفنون، مهرجان انفاس الدولي للمسرح، عرف كذلك الانفتاح على المجال القروي خصوصا جامعه بسلطان وجامعه الوداد، اللي كنعتبروا بان الفعل الثقافي والمسرح رافده للتنميه وكذلك رافعه كذلك في تطور المجتمعات وفي التنزيل التنموي اللي قام به صاحب الجلاله نصره الله وايده، ايد كل ما هو ثقافي وعنصر بشري من اجل الرقي وتطور المجتمع المغربي وكذلك تطور الدوله المغربيه. وحنا اتجهنا في هذا الاتجاه، ولكن للاسف كاين صعوبات جمه في المساعده من طرف المسؤولين ديال مدينه مراكش، وما كناش كنلقاو هذه المساله هذه في مجالس اخرى اللي هي هذه المساله كانت تاريخ الثوره الثانيه وتنسمت كثيرا ثم تطور كانت واحد المساهمة ومساعدة كبيرة جدا من مجلس الجمعية السنة. للأسف شديد ما عرفناش، احنا كنعانيو في مدينة مراكش ثقافيا وفكريا وفنيا، فمدينة مراكش لا تنفر على مسرح. للأسف شديد المدينة التراثية الثقافية التاريخية اللي خصها تتوفر على مسرح ما تتوفرش على مسرح للأسف الشديد، وناضوا المثقفين والمسرحيين مع عدة مرات ولكن بدون جدوى وبدون. حنا كنتمناو أن يوصل الصوت ديالنا للجهات العليا وتقوم بالواجب ديالها، لأن هاد المسؤولين في مدينة مراكش للأسف الشديد أنا أقولها بكل صراحة وبكل أريحية أنهم ما تيكرسوش الفعل المسرحي خصوصا والفعل الثقافي بصفة عامة. بالنسبة للمهرجان كان في كذلك انفتاح على هذه الجامعات، لأن الجامعات كذلك دعمونا، مشكورين جامعة الويدان على رأسها الرئيس وكذلك جامعة بسلطان على رأسها الرئيسة اللي كانوا متحمسين، وساهمنا كذلك في ورشات تكوينية لصالح التلاميذ والمدارس العمومية خصوصا، واحتفلوا جو كما كتشوفوا جو الأمهات ديالهم والآباء ديالهم كانوا معنا في المهرجان، وكانت كذلك مشاركة فعليا ديال الأطفال، لأن خاصنا نفتحوا على المجال القروي، لأن المجال القروي هو خاص بقطاع أهمية. ولكن للاسف الشديد حنا في المجال الحضاري في مجلس الجامعه في مراكش ما كاينش تشجيع، ما كاينش للاسف الشديد. كانت كذلك محاضره اللي درناها في صلب الموضوع هي المسرح هو رهانات التنميه، المسرح لانكم كتعرفوا ان الدخل داخل في كذلك المساله التنميه الاقتصاديه اللي غادي نحاولوا اننا نساهموا فيها حنا كمثقفين وكفنانين بالقدرات ديالنا والخبره ديالنا، ولكن خاص حتى السلطات والمسؤولين ديال مدينه مراكش انهم يتعاونوا معنا في هذا المجال من اجل اننا نحطوا الرؤيه الاولويه الشريفه باش نمشي في هذا المجال اللي كانت محل صاحب الجلاله. وكذلك كنا كرمنا وجهين من وجوه الفن ديال مدينة مراكش، كل من فنانة المخرجة الممثلة الفني والدكتور الأكاديمي عبد الواحد بن ياسر اللي هو اشتغل في المجال الإنتاج المسرحي، وكان بعنوان النخلة للحرص على المحافظة على التنميه والنخيل في جميع الوطن العربي والإسلامي. شاركنا في هذا المهرجان، مهرجان أنفاس الدولي بمراكش الجميلة، وكان استعدادا جميلا ورائعا، وهو يتجدد عاما تلو عام. شكرا من الأعماق للقائمين على هذا المهرجان وكذلك للإعلام في هذه الدولة المباركة المملكة المغربية. أهلا وسهلا. السلام عليكم، معكم لطيفة أمني ممثلة. حتى أنا فرحانة بحضوري في هذا المهرجان، ونشكر مهرجان جمعية أنفاس للمسرح اللي داروا هذه الاتفاقة وكرموني
كنشكر إدارة المهرجان وكنشكر كل من ساهم في التقريب والبعيد في إنجاح هذا المهرجان، على رأسهم سي محمد كل عزيز، سي نوير العزيزي، سي أستاذي واللي سمحوا لي سي سيرفاز بارتوش، وخصوصا هذا التكريم اللي كان وقف جنب الدكتور الأستاذ سي عبد الواحد بن ياسر. أنا سعيدة بزاف جدا، كان ليه كل المحبة والإحترام. وشكرا للجميع وشكرا لكم على التواصل ديالكم والحضور، وأشكر كل من حضر من قريب ومن بعيد والإخوان والأخوات اللي حاضرين معنا، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لمهرجان الفاس الدولي الدورة الثالثة، لمتاحتنا الفرصة للمشاركة بنادي الإنتاج المسرحي من المملكة السعودية لدعم المسرح والفنون الأدائية. أعطينا مشاركة مساحة النخلة موجهة للطفل، النخلة رمز للوطن، النخلة رمز للأرض، النخلة رمز للحياة. كان تفاعل جميل وحضور أجمل من الأطفال والأمور لهذا العرض. شكرا لمراكش الجمال ومراكش الحمراء، وإن شاء الله نلتقي معكم في مهرجانات قادمة بإذن الله تعالى.